يا أستاذ حسام، مساء الخير عليك وألف ألف مليون مبروك. أمير ازيك؟ طبعاً الصوت المنسيس عالي جداً عندي المجتمع كويس. يا ريت يا جماعة نوضح الصوت شوية للأستاذ حسام، سمعنا كده كويس؟ أنا لا لا مش سامعك خالص للأسف. لو في مشكلة في الصوت يا جماعة قولوا لي نعاود الاتصال بيه. طيب هنرجع لحسام زايد تاني عشان نتكلم بالتفاصيل على الاستقبال بقى النهارده، لان في الحقيقه استقبال لبعثه اليد كان استقبال شعبي وجماهيري ورسمي كبير ومميز جدا. هو كان متواجد في المطار، وكمان بحكم ان هو يعني مدير اداره الاعلام باتحاد كره اليد فيوصف لنا الاجواء كانت عامله ازاي بشكل اكبر. دي لقطات من هذا الاستقبال. طبعا سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كان موجود، بالاضافه لعلم مصر وبالإضافة للجماهير الكبيرة الغفيرة السعيدة جدا جدا بهذا الحدث وبهذه النتيجة. فبالتالي منظر أكثر من رائع بصراحة. هو ده كأس العالم، إن احنا أو المنتخب قدر إن هو يجيبه لنا في الحقيقة، وقدروا إن هم يسعدونا جدا جدا جدا، ووجب الاهتمام بهذا أو بهذه الجزئية، لأن مش بيحصل كل يوم بصراحة، مش كل يوم كده بناخد كأس عالم يعني، لا ده كل فترات كبيرة جدا جدا جدا. الفرحه موجوده وواضحه، ودول اهالي اكيد واولياء امور واقارب اللاعبين المميزين اللي اسعدونا جدا. فزي ما كنت بتكلم مع حضراتكم لازم نشوف الناس دي اشتغلت ازاي. هم ناس مصريين، احنا كنا دايما بنحاول نجيب امثله من بره نقول شوف الناس في اوروبا بتشتغل ازاي وعامل زيهم. لا ده احنا عندنا هم مصريين بينجحوا، عندنا هم مصريين بيقدروا يحققوا الاهداف اللي نفسنا فيها. طيب واحد مصري زيك هو بينجح، قلده اعمل زيه عشان نفرح الناس دي اللي في الصوره دي. بص الناس فرحانه ازاي، بص الدعوات. طبعا الامهات كان ليها دور كبيره جدا كبير جدا جدا يعني في هذا التتويج التاريخي. فاحنا نفسنا ان الشعب المصري دايما يكون فرحان. الرياضه من ضمن الحاجات اللي بتفرح الشعب المصري، وابرز الالعاب الرياضيه اللي بتفرح الشعب المصري طبعا بخلاف كره اليد كره القدم. هل كرة القدم المرة اللي فاتت أو الفترة اللي فاتت فرحت الشعب المصري؟ بالعكس أبكت الشعب المصري. فالأبطال دول لازم نشيد بيهم ولازم نفرح بيهم جدا ولازم نتعلم منهم بكل تأكيد. نرجع لحسام زايد الناقد الرياضي ومدير إدارة الإعلام باتحاد كرة اليد. يا حسام مساء الخير عليك وألف مليون مبروك. مساء الخير عليك يا أمير وعلى كل المشاهدين الأهلي. مبروك لمصر كبير المنتخب طبعا على بطولة. الصوت مش واضح يا جماعه. حسام لو ينفع تيجي يمين او شمال شويه عشان اسمعك. يعني استقبال سياده الرئيس النهارده ليهم ده رساله مهمه ليهم ولكل الشباب كمان، ان اي حد هيعمل انجاز في مجاله هيلقى التكريم المناسب من جانب الدوله باذن الله. ان شاء الله. حسام انا في البدايه عايز اتكلم معاك على عوامل هذا النجاح، التخطيط ابتدى ازاي عشان نوصل للانجاز ده وانت واحد متواجد في الاتحاد المصري لكره اليد يعني. تمام طبعا بالتاكيد اكيد يعني الانجاز ده مش وليد الصدفه، بدليل طبعاً انه يعني قبل فوز منتخبنا الوطني للناشئين ببطوله العالم قبلها باسابيع قليله كان منتخب الشباب متوج او حاصل على برونزيه العالم للشباب، وفي بدايه العام الحالي حصل المنتخب الاول على المركز الثامن على مستوى العالم. بالظبط. فده اشاره ودلاله على انه في عمل وفي يعني نظام في الاتحاد المصري لكره اليد، وتحديدا من الناحيه الفنيه ايضا تعاون كبير بيتم ما بين مجلس الاداره برئاسه المهندس هشام ناصر وايضا لجنه المنتخبات الوطنيه برئاسه الكابتن علاء السيد واللجنه الفنيه ايضا ويعني كل اعضاء اللجنه الفنيه. في ترابط بيحصل ما بين المنتخب الاول ومنتخب الشباب ومنتخب الناشئين. الربط ده بيتم من خلال وجود مدير فني الثاني وتحديدا المدرسه الثانيه بيعتمد عليها الاتحاد في الـ يعني الصداره للاشراف على المنتخبات بشكل عام من خلال وجود كان ديفيد ديفيز وده حاليا موجود مستر باروندو والمدير الفني للمنتخب الوطني الاول. موجود معاه اثنين من المدربين المساعدين الشباب كابتن هاني الفخراني وكابتن حسين زكي، هم نفسهم موجودين مع المنتخبين الوطنيين للشباب والناشئين علشان كده بيحصل الربط مع طبعا المجهود الكبير للمدربين الوطنيين سواء كابتن طارق محروس مع منتخب الشباب او سواء كابتن مجدي ابو المجد مع منتخب الناشئين. يعني ده ملخص للي بيتم في
من الناحيه الفنيه، وطبعا بجانب المعسكرات اللي تمت خارج مصر والاحتكاك القوي اللي حصل مع منتخبات اوروبيه قبل المشاركه الرسميه في البطولات، فكانت دي النتيجه، ودي البدايه مش النهايه. يعني طبعا دي بدايه اللي جاي ان شاء الله باذن الله. طيب كيف كان الاستقبال في مطار القاهرة الدولي لهؤلاء الأبطال؟ قول لنا الأجواء كانت عاملة إزاي؟ أوصف لنا. طبعا يعني أنا يعني كنت شاهد على الاحتفال امبارح، وهو كان احتفاء كبير جدا من الجمهور المصري العظيم اللي كان دايما حريص على متابعة نتائج مباريات منتخبنا الوطني في بطولة العالم، والناس كلها كانت حريصة امبارح على التواجد في مطار القاهرة. ويعني خلينا يعني اقول لك انه يعني الاستقبال ده كنا بنشوفه دايما في يعني لما بيحصل انجاز كبير في كره القدم. بالظبط شفناه امبارح بقوه في استقبال منتخبنا الوطني للناشئين بطل العالم. كان يعني عدد كبير جدا من الشباب ومن الاسر واستقبال رسمي وشعبي على اعلى مستوى كان امبارح، وطبعا في وجود الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. فيعني كل الاحتفالات اللي حصلت امبارح بتخلي اللعيبه تعرف وتحس قد ايه الناس حاسه بالمجهود اللي اتعمل وقد ايه الناس فخوره بيهم. فكان مهم ان احنا نشوف المشهد ده صراحه، ومشهد كلنا فخورين بيه. يعني حاله السعاده اللي كانت عند اللاعبين ورئيس البعثه والجهاز الفني بعد استقبال طبعا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد كمان ما منحهم وسام الرياضه من الطبقه الاولى، اوصف لنا برضو هذه الحاله او حاله السعاده بالتحديد، لان شيء مش قليل، شيء مهم جدا. انا عايز اهتم بالقصه دي بالتحديد. يعني يا حسين طبعا يعني انا تواصلت مع البعض منهم اكيد بعد التكريم، يعني احاسيس مشاعر مختلطه طبعا من السعاده والفخر والاعتزاز بالوطن الغالي اللي بيكرمهم يعني من خلال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. فده كان يعني شيء مهم جدا بالنسبه لهم، وبعد لحظات من وصولهم للقاهره بعد العوده من مقدونيا، فبالتالي كانت يعني رساله مهمه جدا 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 لمنتخبنا وللرياضه وللشباب بشكل عام، شريحه الشباب بشكل عام، انه قد ايه الاهتمام باي حد بيعمل انجاز في اي مجال. وده اللي قاله لهم النهارده سياده الرئيس، انه اي حد في مصر هيعمل انجاز الدوله هتقف وراه، وكمان تاكيده على اهتمام الدوله بكره اليد في الفتره القادمه. واي حد هيظهر ان هو يعني ممكن يعمل انجاز لمصر هيكون فيه اهتمام كبير جدا بيه. فده كان رساله مهمه للغايه في وجهه نظري، طبعاً وتعطي هؤلاء الشباب دفعه معنويه قويه لمواصله المسيره في البطولات القادمه باذن الله. خطه الاتحاد المصري لكره اليد للحفاظ على هؤلاء الشباب، بل بالعكس كمان لا تطويرهم وتدعمهم بالشكل الافضل والاقوى عشان نوصل أو نفضل على هذا المستوى من الألقاب والإنجازات، هتكون إيه الخطة يا حسين؟ يعني بيشارك في دورة الإفريقية المقامة في المغرب، وقرر يعني بعد برونزية العالم، بعد حصولهم على برونزية العالم، قرر إنه منتخب الشباب هو اللي هيشارك في هذه البطولة، يعني دورة الألعاب الإفريقية، علشان تغير احتكاك ليهم بديلا عن المنتخب الاول. طبعا مطعمين ب يعني عنصرين من المنتخب الاول، لكن القوام الاساسي من منتخب الشباب الحاصل على برونزيه العالم. فبالتالي دي خطوه مهمه علشان توفر الاحتكاك القوي للجيل ده، ومن خلال طبعا برضه عمل دمج ما بين منتخب الشباب والناشئين والعناصر الخبره المهمه في المنتخب الاول. الهدف الاساسي زي دايما ما بنقول انه تكوين منتخب قوي يكون قادر على تمثيل مصر في بطوله العالم 2021 اللي هتستضيفها مصر باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك حسام، شكرا جزيلا. كان معانا على الهاتف الاستاذ حسام زايد، الناقد الرياضي ومدير اداره الاعلام باتحاد كره اليد.